رانا نستكملوا في المؤسسات الانتخابية تاع الدولة، وانتم تعرفوا أن المؤسسة القاعدية لانستيتيسيون دو باز دو ليتا سي لا كومين، ومن بعد لا ولاية لي كوليكتيفيتي لوكال. صح ما عندهمش صلاحيات قوية اليوم، لأن مثل ما قلت صلاحيات تطلب إمكانيات، والإمكانيات ماهيش موجودة عندهم. الإمكانيات تقريبا كلها ممركزة ضرائبيا وغيرها. إن شاء الله هذا الشيء كل نراجعوه إن شاء الله في 2022 تكون مراجعة جذرية بالنسبة للجماعات المحلية إن شاء الله. كيف نساوي بين الغنية، البلدية الغنية والبلدية الفقيرة؟ هذا ما نشوفه إن شاء الله في تغيير قانون البلدية وقانون الولاية، ويكون إن شاء الله في سنة 2022 حتى نعطي البلديات ولا أغلب البلديات نعطيها إمكانيات نتاع سياستها. ما يمكنش اليوم بلدية تدير سياسة اجتماعية بالأموال نتاع الخزينة، ولا تنطلق في سياسة نتاع السياحة وحدها منفردة بدون الوزارة وبدون حرية. والاستقلالية نتاع البلديات تتماشى مع إمكانيات المالية نتاع البلدية، ونحاول كيفاش نخلق البلديات مداخل أخرى من غير مداخلها موجودة حالياً.